السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ من بعد الحمد لله منين نجحت لنا عمليه التفقيس نتاع السمان البيض الاولاني اللي درناه الحمد لله خرج بنسبه 99% الى ما قلتش 100%، الحمد لله كامل وناجح. دابا ان شاء الله غادي نعاود نمشي نجيب واحد 360 بيضه ديال السمان باش نعاودها عاوتاني نفقسوا الفريخات عاوتاني 360 فريخ. والناس اللي كيسولوني خويا فين كيتباع البيض، وخويا فين كيتباعوا الفقاسات، فين كيتباعوا الحضانات. ان شاء الله من بعد راه غادي يجيو حلقات فيهم كل شيء، فيهم البلاصه منين تعود تشري البيض الملقح المخصب نتاع جميع انواع دجاج الزينه، وحتى الناس اللي كيديروا الفقاسات غادي نجي لكم ارقام ديالهم. هذا الشيء كل شيء ان شاء الله غادي به مراحل الاخوان. يعني انا كان بديت لكم المشروع من الاول، ديالو كيفاش طريقه التعامل معاه، وغادي نبقاو غاديين بداك الشيء مراحل ان شاء الله. غادي نوصلوا مرحله نتاع القفص نجيبوه، المرحله نتاع الكتاكيت نكبروهم يوليو تيبيضوا حتى هما باش ما باقيش كتشري البيض. حيت ملاحظه البيض الاخوان، البيض راك كتشري البيض في اليامات الاولى، يعني في البديال ديالك. اما من بعد فاش كدير القفص تاعك وكتكبر الكتاكيت راه 40 يوم 45 يوم تيبداو تيبيضوا. يعني اول ما كتكبر الدفعه الاولى صافي هي كتولي كتعطيك البيض يوميا، كل نهار تيكون عندك البيض ما باقيش كتشري، كتولي كتهز البيض فابور وكتمشي كتفقسو كيطيحو عليك الكتاكيت فابور. يعني الشراء كتكون كتشريه في اليامات الاولى صافي. الاثمنه نتاع دجاج الزينه والاثمنه نتاع البيض والاثمنه نتاع كلشي ان شاء الله راه غادي نعرفوهم في حلقات، غادي نمشيو داكشي ان شاء الله حاجه بحاجه باش ما نخربقوش داكشي. غنبقاو غاديين دروكا بدينا في السمان، نكملو في السمان نساليو ان شاء الله، نجيبو القفص نتاعو نحطو نتاو يبداو تينتجو حتى نوصلو لمرحله تيولي عندنا البيض فابور، يعني البيض نوليو تنبيعوه. ديك الساعه راه غادي غننتقلو لحاجه اخرى، وغادي نوريكم حتى الحضانات اللي كيصايبهم والفقاسات حتى هما، باش ان شاء الله نبسطو اي حاجه جاتكم صعيبه غنحاولو ان شاء الله نديرو عليها حلقه باش نوضحوا الامور ديالها. ما نطولش عليكم الاخوان، تبعوا معايا. دابا غادي نمشيو ان شاء الله نجيبوا البيض نديوه للدار كيف العاده، غادي نقلبوا الفقاسه نهزوا منها اخر فراخ اللي غادي يكونوا تفقسوا ونديروا 360 بيضه جديده. واخيرا العيد الكبير هذا اغلبيه الناس بيكون طلع لهم اللحم في راسهم، يعني انا كنوجد لكم السمانات ان شاء الله نسمنهم لكم مزيان باش مورا العيد اللي حتى شي حاجه يتواصل معايا نصيفطهم ليه ان شاء الله. السمانات ديال العاشق الببغاء وغادي نتهلا لكم فيهم الاخوان. يلا كنضحك معكم، يلا تهلاو ليا براسكم وتبعوا معايا ان شاء الله الحلقه. نمشي دابا نجيب البيض وندوزو للدار ونصايبو، خصو يتعقم عشان 360 فيهم الخدمه شي شويه، خصو يتعقم كاملو ونديرو في الحضانه ونتسناو ان شاء الله حتى هو 17 ولا 18 يوم وغادي تفقس لنا الفليسات. تهلاو ليا براسكم، السلام عليكم، تبعوا معايا. واخيرا احنا وصلنا للدار الاخوان، 360 بيضه تبارك الله. هي كاينه 360 بياسه هنا، اشنو غادي ندير لهم؟ كندير شويه الماء، درت فيه خل التفاح ولا جافي الاتشي على حساب انت اللي بغيتي، وكنديرو في الزيف وبيد نبدا كنمسح بيضه بيضه وغادي نصايبهم في سيبورا هنا. ولكن قبل من هذا الشيء راه كي قلنا باقي عندنا شويه الكتاكيت هما فين تيبان لكم تيتحركوا، باقي شويه الكتاكيت الخاتمه نتاع داكشي اللي دوزنا تما. غادي نحلو الحضانه نشوفو شحال باقي، غادي نحيدوهم نحطوهم مع خوتهم، ولا باقي شي بيض ما تفقسش غادي نهبطو مع نتاع الدجاج لتحت وغادي نحط هاد السيبورات هادو باش نديرو فيهم البيضات الجداد. تبعوا معايا شوفوا الطريقه كيفاش غنصايبهم. يلا انتم الاخوان قبل ما نبدا نحط البيض غادي نطفيو دابا الحطانه، غادي نحيدو لها البريز، غادي نحاول نهز كاع دوك الفريخات اللي باقيين دروكا كاينين. بسم الله نحيد الباب هكا باش الحطانه نغسلوها كامله نعقموها عاد نديرو فيها البيض الجديد. كنحيدو هادو اللي كاينين، بسم الله، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
واحد عشرة 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20. شوفوا هذا باقي حاصل في البيضة ديالو، عاونوه. هاو الاخر تبارك الله 19 ولا شحال قلنا 20 ولا شحال 21. هذا باقي يلاه تقد حتى هو يلاه تنشد 21 22 اللهم بارك. هادشي خليه تنقلبو نشوفو، هذا يلاه تقد خليه دابا نشوفو الحل نديرو ليه نهبطو لتحت. هانتوما الاخوان تيبان لي بين ما نمسح داك البيض ونوجدو غنخلي واحد الفرصه لهاد الفراخ، حيت هانتوما شوفوا باقي تبارك الله يلاه تيخرجوا، شفتوه باقي شحال من واحد يلاه تيخرجوا، نخليوهم تيكملوا هما عاد نديروا البيض جديد ونمسحوا الحطاب. هانتوما كتشوفوا الاخوان شفتوا اغلبيتهم باقي تيخرجوا، نهزو دابا غير هادوك التحتانيين باش نحطو هاد الفليسات هنا ونشوفوا هاد التحتانيين كي كيتحو لتحت. بسم الله واحد جوج صافي جوج لي طايحين لتحت، شوفو الوسط واحد جوج طايحين، الدجاجات باقي ما بداوش يقصو. هاهو هادو الاخوان نعطيوهم فرصة حيت شوفو اغلبية البيضة هاهما تيخرجوها، شفتو الاخوان خليهم نعطيوهم فرصة يخرجو على خاطرهم، شفتوهم اذا نرطو ليهم الماكينة ديالهم ونخليوهم يخدمو بخاطر حتى يكملو خروجهم بين ما نوجدو البيض ونمسحو. بلا ما نتعداو عليهم يكملوا الاخراج ديالهم هو الاول، عاد ديك الساعه نحطو البيض من دابا واحد ساعتين بين ما يخرجوا كاملهم، وغادي ننزلهم نهبطو من تحت هما ونديو الدجاج، وهاد جوج تابقات لي الفوق هنا غادي نقيهم نعقمهم ونقيهم باش نجي ندير فيهم الجداد. هادو غادي نحطوهم كي قلت لكم حدا خوتهم. هنا راه وصلنا شي 80 بياسه اللهم بارك، كي شفتو تقريبا 80 ولا اكثر، هنا كاينه 50 غادي نزيدوها، هنا نزيدوها مع هادو بين ما نهبطو من التحت باش نعقم لهم. هنا انا بالعالي ما عقمتوش دابا الاخوان، عرفتي علاش؟ باش نشوف اقصى عدد بيجلس شحال دابا حتى انا يومين، وهانتوما مزيان مناسب ما كايناش الريحه بزاف ما حتى شي حاجه. الحمد لله الحاجه اللي زوينه عاوتاني هي نسبه الوفاه، ما كايناش حتى وحده ولله الحمد، الحمد لله بياسه وحده ما ماتش، يعني بمعنى انه هذه العمليه اللي داير معاهم راه عمليه الحمد لله ناجحه ومسلكاهم. واخا انتم كتشوفوها كاين الفلوس اللي يلاه تفقس بشي شويه، وها هو كنحطو معاهم، ها هو باقي فاز والحمد لله حتى واحد فيهم ما تيموت. دابا انتم كي تشوفوا الماكلة غادي نديرها ليهم، حيت حيدت لهم هذيك البواطا كي تشوفو درت لهم غير هكا، حيت هذيك البواطا كيمشيو كيخشيو راسهم فيها، خليهم تيكبروا شوية، دوكا الماكلة كنحطها لهم بحال هذا الشكل هكا، الما راه هو غادي نبدلو لهم دروكا، وهما في أمان الله بيت نسد عليهم بحال هذا الشكل، شوية كنخلي لهم هذا الفوق هذا قد هكا محلول، هذا التحت حتى هو شوية، نشوف باش نزيدهم الماكلة، نزيدهم شوية الماكلة. صافي بحال هاد الشكل كنحط لهم الماكلة حتى يكبروا شوية، عاد ديك الساعة نجي لهم الطاسة ديالها. ودابا الإخوان بتبدا عندنا عملية المعقول اللي هي نبدا
كنعقم هاد 360 بيضه كامله. بغيت نبدا كنشد كي قلت لكم الماء فيه خل التفاح طبيعي ولا جافي الاتشي واحد شويه، وغادي نديرو فواحد الزيف وبغيت نبدا كنمسح بيضه ببيضه ونحطهم شي شبكه اخرى نوجدهم بين الماء واحد ساعه ساعتين كما كان يخرجوا دوك الفليسات الاخرين اللي كاينين فوق، وبغيت نهبطهم كاملهم من التحت هنا هما والبيض نتاع الدجاج باش يخوى ليا هذا الطاج والطاج الاخر باش ندير فيهم. هاد السيبوره كتهز 120 وهاد السيبوره الاخرى كتهز 120، هي 240 غادي نديرهم في الطاجات الفوق، وداكشي اللي بقى المياه الاخرى غادي نديرها ايه مفرشه لتحت، وراه ناجحه حيت انتم شفتوا كي درت السمان راه كاع ما درت ليه السيبورات وما كان كاع كيتقلب كنت حاطو ايه مفرش هكا وراه هو تفقس كامل الحمد لله وناجح 100%، يعني ما كيحتاجش كاع هو لهاد السيبورات. غير انا بغيت نديرهم هاد المره نخليهم يتقلبوا ما كاينش المشكل، واحد 240 هنا ولتحت لكم على غنحطها بلا سيبوره بلا والو، السيبوره ديالها هي بنخليها هكا بنديرها بلا سيبوره. يلا دابا تبعوا معايا نبدا نمسح البيض شويه. هانتوما الاخوان الطاج الاول والطاج الثاني خويتو، البيض اللي تفقس لينا هو كاملهم الحمد لله مفقوسين ما كاين حتى شي وحده خاسره، داكشي اللي شاطلينا هو درته في الطاج التحتاني وغادي نرد ليه دابا الماكينه ديالو باش يكملوا الفقيس، حيت ملاحظه الاخوه اللهم بارك كلشي ها هما، شوفوا واحد المنظر شحال رائع، كلهم هما تيترتقوا البيضه ديالهم تيخرجوا، لاحظتوا معايا كل البيض تبارك الله ما شاء الله، هانتوما شوفوا المناقر لاحظتوا معايا الاخوان هادو راه بحال دابا دقيقه باش خرجوا، يلا حطيتهم بيضه ها هما ولاو دغيا خرجوا في دقيقه هادو كاملهم، ونفس الشكل جميع البيض هانتوما الاخوان ها شتي كي يضربوا بالمنقار هانتوما لاحظوا معايا ما شاء الله، شفتوا الاخوان كي هو بيخرج ها نحطو هكا تيخرج راسو تبارك الله ما شاء الله، شفتوا الاخوان كي تيتحرك كلهم هانتوما، يعني دروكا غادي نسد عليهم ان شاء الله بالفقاسه نخدم بهم غير بطاج واحد باش يتفقس ليا هادشي دغيا بين ما انا نغسل هادو وندير لهم السيبورات ونعمر البيض الجديد اللي جبنا نعمرو فيهم بين ما يتفقسوا لينا هادو واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع ولا نعطيهم حتى هاد الليله كامله باش يلاه يوجدوا كاملهم. هانتوما كي تشوفوا كلشي دابا هو تيخرج، اذا عمليه التفقيس الحمد لله راه ناجحه 100%. هانتوما الاخوان من بعد ما عقمنا الطاجات فريزات البيضه ورطيتو في طاج واحد، لان حطنا يمكن لك تخدم اي طاج ولا دو طاج ولا تروا طاج على قلت الله اكبر، يعني يمكن رديت هذوك الفلاس كاملهم هنا هما البيض نتاعهم نحلو عليهم دغيا نعاودو نردو ها هما داكشي اللي باقي يلا كيتفقس دابا هما تيخرجو البيض حتى هو راه وحطتو معاهم صافي غنخليهم هكا في طاج واحد ديالهم غادي يكملو الفقيس ونوجد انا البيض الاخر نوجدو هنا. ها هما البلاطويات غسلتهم، هاد البلاطو هذا غيهز لنا 120 بيضه، البلاطو اللي تحتو نتا هو نفس الشكل غيهز 120 بيضه، راه هما معقمين مزيان البيض غادي ان شاء الله جافيل ولا خل تفاح، انا بغيت ندير في الماء خل تفاح وندير زيت نقي ونبدا كنمسح كل بيضه بحال هاد الشكل هكا، نبدا كنمسح كل بيضه ونستفها في البلاطو باش ما ندير لكمش الفيديو هكا يجيكم طويل بزاف تنستفهم ان شاء الله ونوريكم الطريقه تستف. انا الاخوان من بعد ما ساليت الستف تاع البيض كلها هو تعقم وتستف كاينه 120 بيضه في هاد البلاطو و120 بيضه في هاد البلاطو الاخر، دروكا شنو غادي ندير لهم كي شفتوا دروكا راه درت هادوك اللي باقي كيتقصوا راه هما لتحت، غادي نرد هاد الطاجات الفوقانيين ونخلي الماكينه خدامه عليهم كاملهم ان شاء الله بتبقى حاجه اخرى اللي هي باقي ليا تقريبا هنا واحد 100 ولا قول 140 بيضه لا شحال درنا هنا 120 يعني بتكون هنا باقا شي 110 ولا 120 بيضه اللي كاينين في المجموع، غادي نخليهم هكا حتى الغدا حتى نحيد هاد الفلاس اللي في الطاج التحتاني نحيدهم كاملهم منين يتفقسوا نديرهم ان شاء الله في الحضانات ديالهم. دروك عمرنا ثلاثه طاجات، الطاج الرابع هو ديال هادو، من بعد ان شاء الله فاش غادي يخرجوا غادي نهز هاد البيض هذا كامل اللي كاين هنا غادي نعاود نحطو تما، يعني دابا هذا اللي بيكون في البلاطويات غيكون سابق هذا بنهار كيوقع لهادوك تما، يعني هاد البيض غيبقى هنا هذا غادي يدخل الفقاسه اليوم يعني غادي يسبقهم بنهار في مده 24 ساعه تاع الصباح ان شاء الله، بغيت نعاود نزيد هاد البيض دابا صافي وبغيت تفقسوا ليا في عمليه الفقيس بتكون كيوقع نيت دابا، هاد البيض هو الاولاني بيسبق
ما تدوز 24 ساعه بيتبعوا هذا البيض اللي بيتنا حطوا دابا، حيت ما يمكنش نخلطوا مع هذاك تما. كي شفتوا معايا راه بدا كيتفقس، عيقت عليه بالحلال، خليهم كيتفقسوا كاملهم. ملي غيتفقسوا ديك الساعه نحيي نقي هذيك حتى هي، عاد ندير فيها دابا هذا البيض. ودابا كي شفتوا راه غادي نهز هذا البيض نحطوه في الماكينه ان شاء الله بحول الله. واخيرا انتم كي تشوفوا الاخوان طاجت جوج الفوقانيين هما اللي صايبنا فيهم 240 بيضه، الطاج التحتاني هو اللي باقي فيه الكتاكيت اللي كان نتسناوهم يفقسوا، ومن موراها ان شاء الله بيت ندير داك البيض اللي باقي لينا واحد 100 ولا 120 بيضه حتى غدا ان شاء الله ونديروها. اللهم بارك الكتاكيت نتاوع والبارحه هما دابا في عمرهم 3 ايام تقريبا، اللهم بارك كلهم بصحه جيده. يعود حاول تراقب ديما الماء يكون نقي، الماكله تكون نقيه الا بيتيهم يكونوا مزيانين. هادو ديال البارح، وهاد الاخرين ما شاء الله ديال اليوم، تاع دابا ماشي تاع اليوم، تاع قبيله شي شويه. والاخرين هما راه باقي تيغوتوا في الحضانه دابا، راه باقي تيخرج واحد مورا واحد، كلهم مشقوقين. كاع داك البيض اللي هزيت اللهم بارك كلشي مشقوق، هما دابا تيخرجوا حتى يكملوا ان شاء الله ونحط الفقاسه وصافي سالات الدور ديال هادي. ميعاد ان شاء الله 16 اليوم او 17 او 18 اليوم غادي يبدا يخرج لنا انتاج جديد. وهادي راه ما بقى لنا لها والو، وغادي نشوفوا النتيجه واش ناجحه 100% ولا ما ناجحاش. البيض راه قلبتو تاع السمان تيبان كلها وعامر حتى هو، وبيض نتاع بيبي ونتاع البط اغلبيتهم عامرين، يلاه شي 3 ولا 4 اللي ما ملقحينش، اما الما باقي كلشي عامر. نتسناو ان شاء الله النتيجه، نشوفوا واش النتيجه ناجحه 100% ولا لا. نتمنى الاخوه الحلقه تاع اليوم تكون عجبتكم، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في مستوى. واخيرا الناس تاع مراكش اللي محتاج دابا السمان فريخات صغيورين او كبار، او بغاهم تاع الانتاج، او بغا البيض ملقح، راه يكفي تواصل معايا يمكن لي نوفرو ليه ونجيبو ليك حتى لعندك. السلام عليكم.